تجربة لالا كسائقة سيارة أجرة في بلد كموريتانيا لم تخلو من الصعوبة، لكن إصرارها وشريكاتها أمر يجعلهن يواصلن في المسار ذاته. نحن كعليات متعرضين لياسر من التنمر في هذه المهنة، يقال لهن زبتوا ذواتنا، لهن واصلوا فيها، ولهن زبتوا ذواتنا، إياكن نحمل عليات من التعرض للتحرش في النقل العمومي. مشروع سيارات الأجرة النسائية استقبله قطاع من الموريتانيين بالكثير من التحفظ، وتحديداً اتجاه شعار المشروع وهو الحد من التحرش والاغتصاب. تخصيص مؤسسات النقل الخاصة بالنساء بهدف التخفيف أو بهدف يعني الحد من عمليات اختطاف النساء، فلا أرى أن الأمر بذلك المستوى. عندي تحفظ على ذيك الظاهرة عنه ما ربما يعود، ما هي الفكرة الأساسية منه، ما هو عنه يقضي تماما على ظاهرة التحرش. نحن في مجتمع عنده خصوصية اجتماعية كانت لعليات ياسر منهم ما يبغي يركب مع الرجال وفي أوقات متأخرة من الليل خاصة. منظمات حقوقية ترى أن هذا الشعار مبررا، مؤكدة ضرورة إعمال القانون في وسائل النقل العمومي. احنا دائما عندنا مطلب وهو سياسة خاصة في مجال النقل العمومي، به اللي أكثرية الاغتصاب تكون في سيارات الأجرة، وللأسف سيارات الأجرة ما هم مضبوطات كيف ما هم مضبوطات في الخارج. هون السيارات ما هي منظمة وكلها ينقلب سيارات شخصية. سجلت منظمة نساء معيلات الأسر في موريتانيا خلال العام الماضي ما يقارب 600 حالة اغتصاب أغلبها قاصرات. بين إكراهات الواقع ومخاطره وتقاليد المجتمع، تواجه النساء في موريتانيا الكثير من التحديات لإثبات أنفسهن من جهة وضمان سلامتهن من جهة أخرى. طيب الغد الحرة نواكشوط.